منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم في رحلة تحدي دائم ويحققوا مركز تاني ويرجعوا ما يلاقوش حد مستنيهم. محدش يعرف إذا كنا مسافرين أو جايين. رياضتها المفضلة كرة القدم مع الأولاد. كنت بنتقم. انت في الحياه مش كده خالص. كنت معجبه بسيد عبد الحفيظ قوي. مظهرك جميل وخداع. بصي انا دايما معايا توكه كعبيره. مش فارق معاكي. سنتفه زياده عن اللزوم. عندنا فضيحه اسمها التحرش. انا مش هقدر اجيب لها حقها اذا هي ما قامتش بالابلاغ. طبقت له الباب لجوه. ما كلمتش صحافه وقلت لهم يا جماعه انا بتجوز يا جماعه انا بتجوز. بس لسه بترقصي باليه. مش لازم انا اللي اجيب الجون بس ممكن اصنع هجمه يعني. جوزك ايه رايه في الموضوع؟ طب ليه كده طيب؟ يعني انا ماشيه في الشارع بس كنت دي متضايقه والله العظيم متجوزه يقول لي تتجوزيني اوديكي 100 بجره. معكم منى الشاذلي الاربع الساعه 10:30 مساء على سي بي سي 2 ويمكنكم مشاهدته ايضا على قناه سي بي سي السبت والحد الساعه 11:30 مساء.